يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استثنى بعض الفقهاء نصارى بني تغلب، فما وجه هذا الاستثناء وما الراجح فيه؟ يقولون لأنهم ليس أصلهم نصارى لكنهم متنصرون، وهذا على القول بأن النصارى من كان أصلا منهم أبوه وأمه نصارى، ولكن هذا القول ضعيف. النصارى كل من تدين بدين النصارى، سواء كان من أصله أو ليس أصله ذلك. من تدين بدين النصارى فهو نصراني، تدين بدين اليهود فهو يهودي. نعم، ولا علينا من أبوه وأمه. نعم.